الزمن يا تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبست الجاكيت الجلد. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلهم. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنهش. مش صفاء بيه انا كمان يا ماما عيب كده تفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما بشندي يقول لي انا جدتي مش خالصه انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركتن دني بجملي بجملي تركتن دني بجملي يا بفرة بفرة بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غرقي جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. طيب ارقص يا طنط ام نوال العينة. حياتي النبي ترمطوبة يا طنط. الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف المطوبة. اعتبروه مربوس. حازم الشباب هتحل. ايه يا هاني حد قال لك ان ابني ملبوس؟ هنا يا بشندي ظهر. هو ايه يا طنط اللي هيظهر؟ تحضره عفريت. العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لاحظ ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم. عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول ايه؟ هم هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف مكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماشي. مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. ايه اخرتها يا نوال؟ تسرقونا اخرتها ايه؟ ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا مقشف امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف يا بابا. سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنتي يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده؟ وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك سيب البدله. سنين سنين مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيبني اضربها بره. اضربني يا كده. خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان اديلك عمولتك. الله 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 الله. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقعدنا يا عم في حته بقى عصبتنا. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه. ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد بشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول بشاندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده اما كان بشاندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت لوزة الخدامه بنت بشاندي. صدق هو بشاندي؟ انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه هوده. معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال نوال. يا بيهي. بقول لك يا نوال انا عايز عنوان بشاندي ضروري. بشاندي ايه بقى ده وقته؟ ما صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا. ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى يا اعمى؟ ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده. انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لمين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش؟ انت
بتتزهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انتي. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيموس؟ البت دي تلزن، نفض لنفسك يا. نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفة. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وقفصين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض؟ عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى. إيه؟ بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه مش وراك ليه؟ يلا بسله فله. يلا ايه يا كابتن، في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجة، أنا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس أنا قمت بالواجب يا باشا. صح؟ طب خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمة دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ أنت بتستهبلي، ياخدوك إيه ده؟ أنت روحي افهمي، أنا ما أقدرش أتخانق وأنت معايا تتبهدلي، وكنت شايف الحكومة في المكان. أنا قلت كده برضو. هتعمل إيه مع بشندي؟ لا بشندي ده حكايته حكاية. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلينا نمشي بالشارع ده، انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي انا ماشي. اصحى سي بيتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي. يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جايب لك حقك. ما تشوف بس، سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. أنا مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه يا بابا؟ انت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. لا بيت بشندي هو دوت. اخلص اخلص. حضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلال. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى والله حزنت عليك، والله تأثرت لي لحظة ابكي. الله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول. وانت واقف على رجليك. خمسة. معك فلوس وعملت مرة وانا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته. انت ما ربيته. ما ربيته. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لستك 100,000. يا اخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا راعي. انا شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلوة. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوش اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلفنيش. بقولك طلع تهول فلوس. عم راجل قولي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهده يا ابني. تيلو خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم يعني الطيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله والله ساحر.
الاتموسفير حبه كله سحر والله. مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين ما معك ساعه؟ معي سموك. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سياره؟ معي سياره. اعطي. يا 300 ألف اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا بيش؟ ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل؟ قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. اولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده؟ قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه، والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في آخر الفيلا. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيرة يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت. هيك ما تبغي قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني. تتبهلل علي انت يا الكل؟ اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدت. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا عمي. لمبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طراني اعمل ببي دخان. والله سوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع. أنا العفريت! ساعتني ليه يا حرامي؟ أنا مش حرامي! لا حرامي! تسرق كل الناس! فاكر آخر مرة سرقت فيها؟ لو دفت أم نوال يا حرامي! أنا مش سرقتش حاجة! لا لا! العودة! العودة! العودة يا معلم! والله انا كان قلبي حس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل. لازم منوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا ام نوال انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يا جوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يا جوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. ام نوال مستنيه الخلانوسه فارغ الصاب. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا بشندي؟ ايوه يا هانم الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخي يا زغرد ده انا الفرحه مش سايعاني. لا دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا بشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. اتو اسمع يا عم زفت انت اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده تعال اوريك هنعمل فيك ايه.
لفوا لفوا صدقي ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العقد. خشي برجلك اليمين، خشي في اي حته بخش برجلي اليمين اساسا. يا ارض احفظي بعينيكي، منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه، اتفضلوا. ما شاء الله دي طايره يا ولا. ايه رايك يا خالتي، انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي يا ولا. يلا تكل انت على الله، يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا 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 هتنسعيني، هرجو عليك المية. ايوه انزل، روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي، خلوا منه الصابونة، انت حتة اخوك حتة، وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمة الله. قطة. اهلا اهلا اهلا. الريحة اللي دخلت المكان دي في حاجة عاوز. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها، ده برسامجي مدمن مخدرات، وصايع كمان. اي رانيا مصرف بتاعت العجمة تعرفها؟ ايوه ده صايع، ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست؟ انا عملت حاجة؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز، اخره ماشي يا خالتي، اما اشوف اخرتها. اخرتها عطينا عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشاندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي، ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه يا مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده، قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك. صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه بس انت ساعديني، هاتي لي حاجه من قطره. يا ست انت فانيله اوسر اب ايه؟ ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، تقطع الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا شغل. ايوه. لا لا ده انت اختي. طب يا حبيبتي بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي اسامينا ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايز تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو. ورز عقد. عقدك ده؟ No, it is not. لو ليه تأكدي؟ لا يا ستي مش عقدي. امسك، انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، بشوف خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه. اصل ده خواجه طارق. بص العفاريت البيضة زي الفراخ البيضة، ما شفتهاش جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي، هتعملي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. وين فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. يا
عشان تسمعي كلام امي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع ما اقولك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي نبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي وببلاوي. أيوة. ببلاوي ابوه. اه شايفاهم قدامهم، ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا الناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي، خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايوه ليه ده؟ ما عندكيش نظر وانا محتاجه فلوسك، مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنصر؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليك يا يلا. جامايكا. الو يا ماما. طب كويس انا بطل كتير. اهدي كنت سلمت نوال بتاعت الاردن والنبي احبها. لا نوال بتاعت الاردن. ادي بنت غلبانه يا امها، سرق منهم عقود وجبناه. انا بقى جاي مخصوص عاوز اعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابه؟ لا يا فندم. امال ايه جاي اللي انت مالك؟ امال ده شغل مالكش انت دعوه. معلش اللي معلش احنا ما نفضحش حد، جبنا العقد وخلاص. معلش من فضلك، العقد ده انا اتهمت بالسرقه انا وابني وحيدي في هذا العقد. ما انت شكلك حرامي. لا من فضلك انا ترزي حريمي. انا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ انت جاي تحرق دمي؟ خلاص عقد السرق والاناء، اتكل على الله. يلا بقى يلا، انا في حاجه بتجري في دماغي مش عارفه ايه هي. اتكل على الله بقى ترقنا. سبحان الله. ده بينه اتجنن ولا ايه؟ سبحان الله. في حاجه يا ساتر؟ يخلق بشبه البعيد. حضرتك شبه المرحومه مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمك يا زبيده. الله اكبر. حضرتك تعرفيها؟ الارواح بتتلاقى في ملكوت الله. امر عليكي لو قابلتيها قولي لها البنطلون الازرق بتاع الببلاوي حطيتيه فين؟ فين نسيت؟ ما انت قصيته واديته للواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنومه عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح، الله هو اكبر. رسمه العين مناخير السايحه. برأيي بقول له انت كده هتبرجر لي للرزيله، وانا بصراحه بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى وراح للرزيله معاك؟ لا لا رزيله انت، فهمتيني غلط. يبقى انه اتجنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفاجئ والموسى ده نفسي البسك فستان بقصه ايدي انا. ان شاء الله اجي لك الورشه. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد عبد الحميد في الجيزه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تلبوا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخله لها دي بترمي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بيت النار. الفلاية دي ضيقة قوي، مفيش حاجة. امال اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده؟ أملة دي؟ لا ده فار. كنسي أملة عاملة نفسها فار؟ القصد جبتها بسكلة. اهلا 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 لمؤاخذة، اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. شوف دخلة الحريم تسرح كده، التنير رجاله قطعوا يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سكينة؟ ازيك يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، انت عارفه بنات اليومين دول بيتكسفوا. لو في كسوف وفي حد غريب ده انا خالت. بص عشان انفك كده تحب اقلع لكم مرت والنبي اللي عملت سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا. ما شاء الله. اه مواضيعكم سابقاكم. الله 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 الله، غمض عينك يا حلوة يا ام قصتي. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزة من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدب، هتاكلي بالسبسب واحط وشك في النار. متجوزة من ورا اهلك وبتضربي بانكو. ها هي فعلا يا خالتي متجوزة عرفي وجايه لك تشوف لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحدة فيهم تيجي قبل العرف، لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب، ورينا يا ابني ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت؟ طب بصي بقى، الورقه اللي كتب عليك فيها يا هبله سايلها عند واد اسمه سيد في العباسيه.
تروح تبيع منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يشال منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور. تعالي يا حبيبي، تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي، بطه بطه. تعالي تعالي تعالي. كل حاجة كل حاجة. بقولك ايه يا حلوة، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجة هامة على ظهره كده، شايل نخلة شايل بلكونة. الكونترباس ماليش دعوة، يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ أمور؟ تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. ميرسي قوي يا خالتي. واحدة هنا لخالتي كمان يا اختي بطة. الواد ده هيسعد البنت دي، خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه تو ده وقته؟ استنى ما اقول لك بنت سعاد. هقولها هقولها. لا تسمعي ده ما يطلعش بره. البنت بنتك دي غلبانه، لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 ايام هتتعقد وهتموت في حاسه موسيقى. يا مسمتي يا اختي، يا مسمتي يا اختي، يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتب الله الاسبوع الجاي اتجوزها له. الحلاوه ليكي يا ستنا. ما باخدش حلاوه يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستنا. عينيا عايزه فلوس؟ لا جاتي كشف يا بنت، انا خالتك، انا معايا 170 جنيه فايدين من التومين، تاخديهم؟ لا مش عاوزه فلوس، عاوزه احاوي عفريت ابن عفريت ابن هند يطلع عين الوليه معاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رغاوي؟ ايوه. تيجي في السكه دي ليا؟ هتستحملي احكامهم؟ على راسي من فوق. اخليك تنقي، بس افتكري ان انت اللي اخترتي. ابعت لي اخر 2 في الكشف يا حبيبي. بس يا بنت الزهيري، ايه شفتوا عفاريت؟ يا بويا تبصري ما عندك دين. جاهلة. ايه رايك يا منوال؟ اللي جرالك مالك اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده حبيبي انا. رحمن المنوال، ما لسه بدري. اظهروا بان عليك الامان. ازرق ده انا هضيع، انا ممكن اتحبس في اي لحظه، لازم ابطل نوسه. الله ما تبطلها، هو حد عايشك؟ هبطلها، بس في مشوار واحد لازم اعمله. مشوار ايه؟ لازم قبل ما ابطل نوسه اكره ابويا في الخلا نوسه. مشيت زمانها جايه اعمل ايه كده. ايجار البيجامه 5 جنيه. ليه بيجامه مين يعني؟ بيجامه ابويا. يالا انتوا بتوزعوا بيجاماتي ليه؟ معلش يا عم، اصل ابويا وامي اتطلقوا فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده. والله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر تتدبر. تعالى يا تيمور. ايوه بابا. ربنا يخليك. 5 جنيه دي وخد صحابك وروحوا اتعشوا كشري. كشري ب5 جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العدس ولا فوده. اكله روشه تكلف كام؟ 172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كام؟ مش عايز خلاص. خد تعالى يا ساتر عليك. هات يا بابا هات، ربنا يخليك. ايه رايكم يا شباب؟ نريح ونطلب ديليفري. لا ليه؟ على جثتي الدليفري ده يخش بيتي. ماشي. اقول لك حاجه يا تيمور، هات ايه؟ هات الفلوس دي. ويلا ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ يلا يلا يا عم، انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يسرح. هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا يا بابا الاحراج. يلا تيمور، ابوك شكله واقف في الوليه بجد. انا عارف. طب هتعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، هو مش عايز نوسه سيبهولي، بس المهم زي ما اتفقنا، عايزه يترعب، عايزه يكره اسم نوسه ده، مش انا سيبها وابويا يتجنن. ها سلام. بقول لك إيه؟ ايه خلي بالك على نفسك من ابوك. طب تستاهل يلا ولا ايه؟ وانت نوسه يعني؟ لا ما تخافش عليا. يا حلوه يا قطه. يلا يا قط. هي دي الحقيقه. بولا يا ودي بولا، بولا بس بس يا بولا،
ان 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 بخس عليك يا بابا. لو في ايه شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا بيبان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا بابا. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ اه طبعا اتفضلي. الله يخليك الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. شباب بقى، ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال، قلت لهم انزلوا تعشوا. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري ربع ساعة والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقة مكسوفة منك، اصل اول مرة اروح لراجل عازف في بيته، وانت كمان خارج لنصك ملط وركبك ما شاء الله معظمة زي الجمل اللي بيجري في الحبس ده، عارفه اللي في الحبس؟ فانا تلاقيني كشة يعني. لا مفيش حاجة، انا هغير هدومي ثانية واحدة واجي لحضرتك. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضلي. السلام السلام السلام. قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. حاضر. ايه الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وادفني يلا. خدت صباره كده وخلصني. ده فال وحش، ليه بتقولي كده؟ انت جايبني تنكد عليا يا ببلاوي؟ الله، انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري لي حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت قمر. فيسكوز ده؟ مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغلنا حاجه كده روقنا. عينيا. الله يخليك. يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى. بتعجرم الجو كده وتحلاها. او احب البنت الحلوه اللي هي بتأجر عجل في الاغاني دي. مفيش تاني يا ببلاوي. يا سلام، عايشتني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا. برضو كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. قول يا ببلاوي. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود من الاول. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك عينين بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ اه كنت وارثه 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي، طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قالك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود. حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلم مين؟ انتوا مالكوا؟ سيبوه هو. ايوه مالكوا. تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترزي شقتك، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه؟ ده انا راكبه بطه. لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحده جديده. ودي دي تيمور ابن. يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفيه. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام؟ اروح ده ايه؟ انا ما صدقت بقينا لوحدينا. انا هنزل معاك شويه. لا استنى، اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. روح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقوله لك. طب يا اخوان انت حر بقى. طبعا. الله الله، ليه كده؟ ليه كده؟ هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى يا ضيف. ايه كده؟ الله ايه كده؟ امشي بخمسه كمان. ايه الجودة؟ لا فترة ايه؟ لا لا مش خفيف يا عيا. طيب مرهان. الله الله الله، بنت برويني كمان.
بتشدك ايه ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل؟ اوعى حرام عليك تل كيكو لنزلة شعبية. بس بقى كفاية الراجل هيكمل. يا ريت مش وحدة. يا ليه كفاية كفاية الراجل هيكمل. اوكي في بلاول امشي من هنا في بجندك يا الله. امشي امشي ده ايه؟ ده انا بصدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله انا بسالك ايه؟ اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس؟ تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زي بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقول لك. اسمع ايها الفارس، اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطة براحتك. سلامة. ما براحتي يا حبيب. باي باي. بداية انفل بجلدك وغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالي حاوزك في كلمتين. يوسا ايه ده راخر؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت تحدثين على طول مرة وانت ما بيك. ده صديقي. صديقي يا قتلي يا فجر يا غليل الحياه. صديقي انني اسم من وراءه رائحه الحب نحوك وانا الذي يحبك. وانت مالك؟ انا لا بدي شكلك ولا وشك. ساقتله هايه المراه. انا الذي ساقف له يا احد. ستقفين له؟ أيوه. يا ساقف الوقت سالفه بس ساقف له. ستقفين عنك. هيا بنا هايه المراه. ساقتله. تعال ايها المراه. غلبان غلبان. يلا يا ابو هاشم معاك. يلا يا ابو هاشم. والله وقعت يا خلانوسة. مبوط عليها. انت اللي اذيتي نفسك يا حكومة. انت اللي اذيتي روحك. اوعي تنسي نوسة يا مصر. يا مصر اوعي تنسي نوسة. مستنياكي بفارغ الصبر. ايه ده وانتي سامعه عني؟ طبعا. طب بصي اعمل لي كل اللي انت عايزاه بس والنبي وديني الحمام. طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزه. في حمام قريب يعني؟ اه بس روحي. طيب طيب. حبايبي هو سيبني ده في مبوله؟ مبوله؟ حمام. اه طبعا فيه. وديني. انت اسمك ايه؟ اسمي ناديه. بيطلعوني يقولوا لي يا نقه في البيت. طب والنبي يا نقه دخلي لي الحمام. عارفه يا خالتي كنت جايه لي بس الحكومه سبقتني. دخلي لي الحمام يا نقه. وانا عمود بخش الحمام. يا الهي ربنا يستر انت فكي عمودين. فكينا يا دي جلت الارض بدل ما فكها على الارض. طيب اخر الدور قايلين. انا يا خالتي يا خالتي. حاجة كنت بحبها في الكلية مادة علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما أزرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك. الأول على دفعتك 4 سنين؟ ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك. أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح
حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحتلي في المكان. انا ليا حساب مع الكلب اللي دبسني فيه. طب انا عايزك طب البس هدومك يا باشا. ومش مديني اي فرصه قبل فوزيه، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهارده مثلا سبت عمليه ورحت نفذت له مهمه، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم انه عارف انه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام اهلي. فين اهلك دول يا مدام؟ رد عليا، فين اهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ هعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقل عندك المكافحه، وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز ضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه، وانا ما في اصحى ان افخد كلارينيت. ما تقلقش يا ابي، ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر؟ اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم، تعال تعال هفهمك بالعقل كده. يا بيه كده يا بيه، بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ بتورطت فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متمسك بيها، وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله، شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا اعمل ايه متورط فيك. جامعه دي اسمها جامعه الصفوة الدوليه، في عيال في الجامعه دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيله اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغايه دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمه يا استاذ بسيوني الدخول بسرعه وسط الشله بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بطارق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشله، وبايظ ابو امه وعايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد، ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن، مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة، حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم، والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. أنت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمه دي ازاي. Thank you.
انت مرفوض من ثلاث جامعات حكوميه بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكوميه، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش طاسه يا فندم. اخلص ملعون ابو مجانيه التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لك مش ما تقولش اي حاجه، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجه ابدا، اتفضل يلا على المدرجه. فاهم؟ فاهم يا فندم، وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زون حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضره النهارده عن خصائص الموارد الاقتصاديه. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضره متاخر بعدي. اتفضل بره. اذنك يا دكتور. اتفضل بره. اولا الندره النسبيه، وهنتكلم عن الندره النسبيه. زي ما حضراتكم شايفين الندره النسبيه. ايه ده؟ انت يا اخينا انت داخل جريمه، لا خيالك، قم فز وانت بتكلمني. اسمك يالا؟ بسيون. نعم بسيون، عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبه؟ من ثلاثه يا فندم. نعم يا اخويا. قصدي ثلاث مصايب يا فندم، جامعه القاهره وجامعه اسكندريه وجامعه جنوب الوادي. ما شاء الله اترفدت من ثلاث جامعات، دي حاجه تشرف والله. واترفدت ليه من ثلاث جامعات؟ والله في جامعه القاهره تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، في جامعه اسكندريه ضربت دكتور سالني اترفدت ليه من جامعه القاهره. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعه جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مايا. دي إنجي برنساس الجامعة، يستحسن تبعد عنها أصلها متشفرة. نعم أيوة، والجامعة بتاعتها مع طريق مانشستر، أصلنا فتانة. أنيسة إنجي لا مؤاخذة هنعطلك عن قراية المجلة. لا أبدا يا دكتور، تحت أمرك. إحنا كنا بنتكلم في إيه دلوقتي؟ في المحاضرة. ما أنا عارف، الموارد الاقتصادية وعلاقتها بإيه؟ علاقتها بلون الشعر. برافو برافو، المحاضرة جاية تيجوا ومعاكوا الصبغة. انت واخداني على فين؟ هعزمك على حاجه في الكافيتيريا. دي بقى المكتبه طبعا ما بندخلهاش خالص. ومين دي؟ دي جميله البنت بتاعت النظافه. ازيك يا جميله؟ دي عامله فيها المترشه. ايه توحى الكلام على ايه؟ يا بطه مش قلنا كل الكلام ده في الريش وبنلخص في الاخر؟ ولا قشطه صبح فاتت 2 في 3. ايه رايك في النظام بتاع امبارح؟ وحياه ابوك ما تفكرنيش، دي شقه زباله ونسوانها كلها عايزه الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت الماني؟ سعادتك طلبت امبارح تروح شقه فيها نسوان بلدي. انت تسامح لي حته زبده. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا لازم. عيل جديد اسمه بسيوني حاجه كده. بسيوني؟ بسيوني حاجه كده بسيوني. يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاع طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشينه على المشاريب. لا اعتبر نفسك كسبتي، هروح اجيب انا المشاريب. يا في ايه؟ ولد بصحيح يا ربنا. يا صباح اللي بتغني سندوتشين ودينا حاجه ساقعه.
حبيبتي دايما البدايه عندك. بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه؟ مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب. لا انا. لا انا بوتاجاز معدي. ما تهدي في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياة ابوك بلاش الصباع ده. هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي. تختلف دماغك من الصبح؟ يلا كده احلى. الله 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 الله. سخنة. الله. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل اللي فيها برم. في برم يقع على الوقعه دي. والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. انت تقصد القصه يعني؟ انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين. وبعدين شايفك متنرفز قوي يا عم. دي قصه. قصه. فضيع شلني. عادي يا شيخ. بسيوني. نعم. قول لي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف. احتمال يبقى عندي مليون حفله. طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هيك. هتيجي. مش هيك. انا حر. بس يوني مستنياك. شباب بيحبوا نمبر وان. عايشين كده لينا ستايلاتنا. كل حياتنا يا حب يا فن. لا تغيرنا ولا تأمرجنا ومحدش في الدنيا شركنا. والأصلنا دايما ريحنا وسبنا. ده الكب وهو اللي حبيبنا وصاحبنا وفي قلوبنا الغالي. انا مبسوطه قوي ان انت جيت. ما انا ما اقدرش افوت اي حفله انت عارفاني. طب تحب بقى اقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو. لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقولك ايه تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح بس الصراحه انا كنت قاصد. عادي انا متعوده على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك بس الصراحه الصرف باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟
الشعر الستايل. اه صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه، شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. يو ار سو سويت يا بسيوم. حلوه قوي الحفله بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفله عند واحد من الشله. على فكره طارق شكله زعلان من اللي حصل النهارده. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انت مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجه تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي، وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجه اصلا. اصلا اصلا انجي يعني مفيش حاجه خالص خالص. بقول لك ايه يا بسيوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل، اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. يا ماما ايه نظامها؟ لا عادي، لازم تبقى عادي طبعا. شوف العيال ومؤيستهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كاننا هنا. حبيبي. ايه يا حمد رايلك زعلان من ايه؟ من قله يعني البنات في الجامعه. يا سيدي لو بيغرك الرفع اقسمني اثنين. يا مايا قال لك 100 مره انت زي اختي. يوه. ايه يا عم طارق؟ مايا بتضحك معاك، وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك؟ انت هتستهبل؟ اوعي يغرك زي ما يغر انجي، لولا السجارتين اللي ضربهم كنت طحنته. يا سيدي ولا يهمك، انا معتبرك طحنت. اوه لسه معاك طابع؟ معايا بس انت افورت النهارده يا كبو. يا بقى فيها كبو. اخلص. هتقلم. يلا خد. على فكره بقى انتوا مغرورين في الواد ده. وانا هوريكوا. الله معاك. ماشي يا حلو. اقول لك حاجه؟ ايه؟ انا مش متفائل. ودي بقى يا سيدي اوضتي. ايه رايك بقى في بيتنا؟ دي صورتي وانا عندي 3 سنين، ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي ما اعرفهاش. تعالى افرجك على بقيه الصور. ده باباك يا؟ دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي. بس دي لما كنا في فرنسا. قولي لي يا انجي، انت بتجيبي حاجتك منين يعني؟ حاجات ايه؟ حاجات دماغ طوابع. لا الحاجات دي احنا ما بنجيبهاش، هي اللي بتيجي لحد عندنا. ما شاء الله يا هاني، قلبتي البيت كباريه. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش تبقى تتصل قبل ما تيجي؟ اتصل عشان اجي بيتي. خلاص بقيت انا الضيف واصحابك هم اصحاب البيت. فين انجي عشان تسمع الكلام ده؟ دي واحده يا عم. بعد اذنك. على فكره حضرتك عندك حق، بس دي غلطتك من الاول. مش معنى انك منفصل عن طنط تسيب الحياه بايظه قوي كده. ها انجي واخده راحتها على الاخر، وانا مش شايف في اي حزمه. واضح من الصور دي ان باباك بيحبك قوي يا انجي. ايه ده حلقي وقع؟ وريني كده بسيوني. ممكن تركبهولي؟ انا الصراحه اصلي يعني اول مره اشوف حلقان بتركب في الحواجز. ده الستايل. هاتي حد كده ركبه بس. فين اللي بيحصل ده؟ بابا. ها؟ ابن حلال، لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، ان حضرتك تفهمني غلط، حضرتك انا كنت مركب لها الحلق حواجبها. بابا من فضلك مفيش حاجة حصلت تستاهل ده. اسكت انت يا انجي، اسكت انت، مالكيش دخل، الندل ده هو اللي غواكي ولوش شرفي. والله ما في نقطة مية ترتشت على شرف سعادتك، أنا لسه عارفها النهاردة الصبح، يعني ما حصلش حاجة. وأنا هستنى لما يحصل. تعالى هنا. إيه اللي دخلك أوضة بنتي يا حيوان يا واطي يا حقير؟ وسافل كمان عذرك. انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين، يعني ماما نظامها ايه؟ قالت لي عادي. ماما عادي طبعا عادي،
ما هو الحق مش عليكي، الحق على اللي ربيتك ربايه سبور. اتفضلي يا هاني، شوفي التربيه السبور اللي ربيتيها لبنتك. كفايه بقى فضايح، مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه ان شاء الله عايشين في امريكا. على فكره واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انش. ايه يا بابا، بسوني زميلي في الجامعه عزمته على الحفله فيها ايه دي؟ اتفضلي يا هاني، بقى دي اشكال تصاحب بنتك. وانا بعرف قصادك، ما انا واقف اهو. احنا الاشكال برضو نسيت ام ميمي. ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامه بتاعتنا. خدامه ده انت طلعت لازم تهدلها فينا وعامل مش ام ميمي ده. انا كويس اني عايش معاكي. ام ميمي ما تعيش انت تقول امك ايه. انا هجيب لكم ضابط. هاتي عيشتي مني يا شيخه. ارحموني بقى، فضحتوني قدام زمايلي. انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟ يا فندم يا محترم، انت ما عرفتش تربي ابنك. الحقيقه يا فندم، ابنك من لحظه دخوله الجامعه وهو مثير للمشاكل. ولما انتوا مش عارفين تربوه بتعلموه ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. اللي تعلموه ليه وانت يخرس؟ انت عملت ايه؟ يا فندم احنا مش عاوزين نكبر الموضوع قوي، ويا ريت نتفاهم بهدوء. تاني هتقول لي هدوء؟ يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم انت عصبي ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. اما الفلق دي ناخده ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت؟ ما انت سكت له من الصبح. الظاهر ان الكلام الودي مش هيجيب معاكم نتيجه. انا رايح الاسم وهعمل مذكره عدم تعرض. اسم؟ راح تعمل ايه في الاسم يا هندسه؟ حد يفضح بنته وسط الصلاه والمخبرين؟ انا مناش رايح الاسم، انا رايح لوزير الداخليه. استنى استنى، سمعت رايح لمين؟ ايه ده يا جماعه، احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم، دي فسحه يا خمس نجوم، ما تقلقش، دول كلهم حبايبي واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه. صباح الفل المعلم مشمش. والله انت كويس، ده اوانه. رشدي مش اوانه. خد يا عم قطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. وانا هوصلكوا على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم. ما تخافش، ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مشمش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح مخدرات؟ الله، يعني سايب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت شفت. ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. حبيبي مساء الفل. مساء العشاء يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره. خمره ايه ده؟ صاحبك ده بقى هيروح في دايه. انا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده؟ ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعمية. طعمية؟ هو أنا قلت طعمية؟ يبقى أنا قلت بس. يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله؟ تمام. منور يا عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي، انت ازاي جايك لو سايباني في المصيبة اللي أنا فيها دي؟ في إيه؟ مصيبة إيه؟ طنط، ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن دي، اتجنن. تعالي استني مفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبتلي. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. ما خلاص بقى يا ملك، يا ملك عايز انام، بقالي كتير بتحكي لي باباكي عمل ايه. يا ولاد صباح على خير. وانت من اهله يا ماما. انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقول لك، هو اخوكي فين؟ في نبطشيه. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه الله،
الو الو بابا، انا اتخطفت يا بابا. بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه؟ بابا انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس ملك؟ مين ده يا ملك؟ مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه قولي لي. انت مشوف مين اللي عامل فيك؟ الحق يا بابا. اسمي ايه؟ اسمي الكلب ده؟ بس يا بابا. اي في ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكه دي زي ما يكون فيها خازوق. خازوق؟ وريلي. وريك ايه يا عم انت؟ خلاص مفيش حاجه. بتوريني يا جدع؟ ما فيهاش حاجه، احنا اخوات يا عم. هو الحاجات دي فيها اخوات؟ خلاص يا عم ورينه يا عم. كبسه يا معلم، كبسه يا معلم. ايه كبسه؟ كبسه يعني ايه؟ خلاص مالك في ايه ده؟ انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما اتمسك في حياته ابدا. انت من عليك سايكو ولا مين فيكم بقى صاحب القهوه دي؟ المعلم جاد. الله، هو اختفى وراح فين؟ معلم جاد ايه؟ بطل تواضع بقى. المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا. غرزه ايه يا عم انت؟ ده صابون ثقافي. صابون ثقافي؟ فين الحشيش؟ المعلم مش تاجر مخدرات، هو اللي عارف الحشيش فين. طلع الحشيش يا معلم. ما اطلع ايه؟ ما انا ايه ده بس، وما تخافش، حاول تفتكر فين الحشيش. مش هيفتكر. فتشوا الغرزه بقى. اخلص انت، فتش الغرزه بقى. ما لقيناش حاجه يا فندم. ايه؟ بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعاده الباشا، ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟ ماشي يا معلم. مش الجيات اكتر. يلا. وانت من قال يا باشا؟ كده الناس تمشي كده من غير كوبايه شاي ولا يلاقوا حشيش؟ فيك ايه؟ اهدى يا معلم، عدت على خير. مصر هي امي، دلها هو دمي، فتحت صهاري شتى ولمي، عدلوا يلمي. ايه الجنان اللي انت عملتيه ده؟ ازاي تدبستي الراجل معاكي كده؟ انا اتزنقت بقى. وبعدين يطلع مين سروش دي أبوزة ده اللي انت شايله كارته في شنطتها؟ يا سلام، ده واحد جه لابوكي النهارده الشغل وابوكي بهدله وطرده. ايه يعني ابويا عارفه؟ ايوه. هو احنا يعني اتفقنا انك تقولي اسماء؟ خلاص مش مهم بقى. مش مهم ازاي؟ ما هو بابا ممكن يتصل بيه ويساله، الموضوع كله يتعرف. مليني نمرته، مليها لي. الو. ايوه انا رشدي أبوزة. فندم شغل دلوقتي؟ لا الحقيقة أصل أنا مسطول دلوقتي. مشغول دلوقتي. طيب حاضر ربعاية وأكون عندكم. أيوه عارف المكان، عارف. ماشي سلام. ولا جمعة جالي شغل. يلا المكان ده وشه حلو عليا، أشوفك بكرة. سلام حبيبي. مساء الخير رشدي. أيوه أبوزة فعلا. ايه ده؟ مش انت اللي كنت في الشركه السوق؟ الله، واضح ان الموضوع اعجاب بقى ولا ايه؟ انت مش كنت تقولي انك معجبه؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ بس نوصل الاول وبعدين. انا عندي ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدى بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى، اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. مين دي؟ خدتي منه الموبايل وقفلته. انتوا خطفيني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوكوا على شونه، ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مسألة إنسانية. وإيه علاقة السكينة بالإنسانية؟ ارمي السكينة يا سالي. إيه ده؟ إحنا آسفين قوي على الطريقة اللي سالي جابتك بيها، بس أنا واثقة متأكدة إن أنت هتفهمني وتحس بيا. أحس بإيه بالظبط؟ أنا ملك بنت أدهم الشاذلي. إيه؟
صدق اللي قال ابن الكلب عوام. معلش معاك حق، انا عرفت انه بهدلك وطردك من مكتبه زي الكلب، وهو السبب برضو في اللي انا فيه دلوقتي بسبب بخله وجشعه. انا عاجزه زي ما انت شايف، ما بقدرش اجيب لنفسي حتى كوبايه الميه. عارف انا من سنتين بس كنت اقدر اجري، امشي، اقف، اتنطط، ارقص، اركب عجل. في يوم من الايام كنت مسافره اسكندريه عشان افتح الملجا بتاع الايتام، ولما حسيت ان انا هتاخر عن الميعاد سقت باقصى سرعه. ما تهدي لنا النور ده شويه لو سمحتي، ما تاخذيش. هي العروسه اسمها ايه؟ سالي. طب شويه شاي بلبن. ماشي. كنت ماشيه على 220 وفجاه لقيت قطه بتعدي الطريق. قطه؟ وكان في بنت صغيره بتجري وراها وكانت بتعيط، فما كانش قدامي غير اني احود بسرعه، فالعربيه اتقلبت بيا، وكل ده عشان انقذ البنت. طبعا. طب والقط؟ راحت ضحيه البنت، ومن ساعتها وانا فاهم مشلوله، وما بقاش ليا في الدنيا دي غير الكرسي ده والهيدفون ده عشان يسليني. طيب انت عايزه مني ايه بالظبط؟ هفهمك، في عمليه لو عملتها ممكن امشي تاني. وانت عايزاني انا اعمل لك العمليه؟ لا انا عاوزه فلوس. مني انا؟ انا اخر 200 جنيه كنا هننجز بيهم البيت، وبعدين انا لسه من شويه. اصبر شويه. ايه ده؟ انا اسفه قوي يا رشدي، اصل على قد بابا ما هو غني على قد ما هو بخيل. تخيل يا رشدي مش عايز يدفع لي تكاليف العمليه. اخس. ايه ده؟ طيب انا برضو وضعي ايه في رحله العلاج دي؟ انا مش فاهم. هفهمك، احنا لو ما كانتش ضايقك يعني احنا فكرنا انك تخطفني. نعم ده انتوا اللي خطفني. لا لا لا، دايما ملك بتقولك كده، انت تخطفها وتطلب من باباها الفدية وناخد احنا الفلوس وملك بقى تعمل العملية. انتوا اكيد بتهزروا. لا بجد بجد. وشمعنى انا يعني اللي اخترتوني؟ لاني تورطت فيك وقريت اسمك من الكارت اللي كان مع سالي، فالقدر اختارك من بين كل المصريين. ما هو انا مش مصري. اه انا من منيا القمح. لا ما هو من منيا تبقى مصري. والنبي يا فرحتي، افرضي ابوكي بلغ البوليس. مستحيل. ليه؟ معوش نمرته. بابا بيخاف على سمعته قوي وهيخاف الخبر ينتشر في الجرايد، وعمره ما هيعمل كده. طب لو ما وافقتش يبقى عمري ما همشي على رجليا تاني، والشلل ينتشر في كل جسمي. ينتشر ايه؟ هو حصبه. خلينا في الموضوع. قلت ايه؟ طيب فكوني وسيبوني 3 دقايق مع نفسي افكر. فكي يا سالي. فكيني يا عروسه. شد ايدك فوق يا ولد، شايفك، انا شايفك. شرفت يا اخويا. بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟ لا ابدا يا بابا. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ ايه دي؟ انت مخنوق مني ولا حاجه؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا ياض. قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ بص في وشي ولا وشي مش عاجبك يا ياض؟ لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقت ربنا. ولما هي خلقت ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ اسف يا بابا. انت بتسقط كتفي، اتجننت، عاوز تخرم كتفي. دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ. ده انا قطعت. عارف يعني ايه قطعت؟ يا بابا خلاص خلاص. بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضاره. حرام. اوعي اوعي. حرام. اوعي. حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعة 6 الا 3 منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى، ما تقفش قدام، ادخل ادخل. عايز بحطها لي عيني بالبتاع اللي في ايدك انت اخرى. انا كنت داخل، هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ عامل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا. بابي بلاقي عليك يا ادخل يا راجل بقى، ادخل ادخل. حاضر حاضر، اتفضل يا بابا. اتفضل. شفتي بيحلف طاقيه ازاي؟ شفتي؟ شفتي؟ اكسرها روحها، اكسرها اكسرها يا جبان. كاتي يا رب. شفتي بيخبط كف على كف؟ كاني يعني انا راجل مجنون واقف قدامه. يا نهار ابيض، انت بتطردني بره البيت يا بابا؟ هو مين؟ حضرتك عملت ايدك كده دلوقتي ناحيه الباب، يعني اطلع بره؟ انا كلمتك. حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ انا حرام.
يا ولاد المجانين. اسكت يا ميدو، حلمت لك امبارح حته حلم يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك. خير يا ناه؟ خير اللهم اجعله خير. حلمت ان انت قاعد في مكان واسع وفي ناس كتير، وفي اخر المكان ده بنت واقفه زي القمر، لابسه ابيض فابيض وعماله تبص لك يا شيخ، وانت مش واخد بالك منها خالص، وكل شويه تقرب لك حبه وتبص لك حديد، وانت برضو مش واخد بالك منها خالص. لا ماليش حق. وبعدين وعلى غفله قربت لك قوي ومدت ايديها ومسكت ايدك، وهوب راحت شده من ايدك البرشام اللي كنت بتغش منه، وطردتك بره اللجنه ولغيت لك الامتحان بره. البنت مرنه اتصلت بيك، اتصل بيها لحسن تتصل مره تانية وابوك يرد عليها. بره. سبعة ستة ستة. ألو فري، إزايك؟ معلش ما عرفتش أكلمك الصبح. بقولك إيه، هو إحنا هنفضل مقضينا تليفونات كده طول الوقت ولا إيه؟ طب ما تخليني أشوفك ولو مرة واحدة. اصل انا معرفش يعني انتي طويله ولا قصيره ولا تخينه ولا رفيعه ولا بيضه ولا سمرة، يعني اوصفي لي شكلك كده وحاولي تكذبي عليا. لا لا معقول؟ انتي جامده جدا بقى على كده. بنت خالتك؟ ولا يهمك، هاتيها معاكي، هاتيها وانا هجيب واحد صاحبي. ماشي سلام. بقولك ايه، انا هعرفك ازاي؟ بلوزه حمرا. ماشي باي باي. تبين عليها جامده قوي اصلي يعني. ولا عزوز زوز زوز يا زوزو، ولا زوزو ولا عزوز. ايدك الشك في ايدك يا رماد الطوبه. امسك الولد ده، خد ورق ورق خد. هو فين يا اخويا اللي جاري ده؟ تريش انا هجيبه لك الواد ده معلقه من قفاه. عزوز فين بقى؟ قطيعه انت يا واد يا عزوز، انا بتطير. كلم يا ميدو. في ايه يا ميدو؟ يلا عزوز خش اضرب لك طعم كده في الشياكه عشان عندنا سهره تمام النهارده. يلا يا عم سيبنا نملي شويه، انا لسه جاي من الشغل دلوقتي ومش خارج النهارده. يا بني ادم معايا موزه زفه موزز. يلا هغير هدوم واجي لك على طول. يلا يا عم ميدو. ايه يا عم انت ده ندى عليك كده ليه وانا تايه ولا ايه؟ حلوين يلا حلوين يلا حلوين، انا عمري ما شفتهم. بس صوتها في التليفون يلا عزوز اصلي تحت في اي حاجه فيها ده مربوطه. بس هنركب كلنا على الموتوسيكل يا ميدو كده، الموتوسيكل هيتضايق منك. عيب يلا يا وليد عندي على صاحبك برضه. ايه ده؟ مفاتيح عربيه ابويا. ايه قشطه، رحنا في داهيه. ايه الفال ده؟ فال جديد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب افتح لي الباب. سمعني تحتك. ما قلتليش يا ميدو. ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمرا. حمرا؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار وحياتك؟ شو
عزوز اهي بلوزة الحمراء واقفه هناك اهي. خش بقى بس. مش رقم تليفوني برضه 7-63-3-3-4-6؟ مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو نمرته. لا يا عزوز انا غيرت نمرتي بس لسه ما اديتهالوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر يلا بينا نخش السينما. اوبا ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري انا معايا فلوس وانا كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها اصلها مش عربيتي. مفيش بنش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا بس عليك يا ميدو. يلا ما تعطلش هتيجي اعمل حاجه. It wasn't a date. Okay, an appointment. I keep my appointments. I have door issues. I called you. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? إذا في تبان في وشك ولا إيه؟ ايه في ايه انت بتبصي لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس باللي انا لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. ايه ايه يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو. هو ما حدش بيطلعني بره ليه؟ معلش معلش انا اصلي باكل بالايد دي. معلش ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد ثالثه كنت اديتها لك. لو سمحت لو سمحت في واحده عايزه تمسك ايدي. بعدين معاكي يا فريده. خلاص ده انت معروفه هنا بقى. طب مش تقولي مش تقولي يا فريده مش تقولي انك معروفه هنا يا فريده ولا انت يعني مجمله اهلي لما اخذ يا جماعه. معلش تقولي يا فريده. دي بنات منتهية يا راجل. منتهية ده وشهم بطل من زمان. بقول لك يا ميدو هو انت بتعرف الاماكن دي منين؟ من على الانترنت. كده عشان تحوى عليه شوية عشان يشد معاك يا اخي. وانتبهنا بعد ما زال الرحيل وافقنا وليت أننا لا نفيد. انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايه ما انت فاكر ايه؟ ده تلاقيه صاحب الغرزة. لا يا عم ده مجنون. بقولك ايه يا معلم؟ هو العود اللي معاك ده ما بيجيبش اغنية اي دمعة حزن؟ لا ما تجيش الساعة دي. يقظة أطاحت بأحلام القرى. يا راجل يا راجل سيبك من السكة دي روح اتعالج. امسك ها
أما أم كلثوم لو كانت عايشة وشافت عشماوي ده بيغني كانت ضربته بالنار. ده باين عليه ما سمعش راديو قبل كده. أوبا لجنة. قلت لك يا ميدو بلاش نشرب. بقول لك إيه يا عزوز، اثبت كده ما توترنيش، اثبت خلينا نشوف هنعمل إيه. هتعمل إيه يعني؟ أنا أرجع بضهري ونهرب هوا. فجنة تاني. هو أبوك ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه بيفصل في الكفالة. ميدو. نعم. الراجل اللي هناك ده قاعد مركز معانا كده ليه؟ ماكش دعوة بيه، اعمل نفسك مش شايفه. المهم هو ما شفناش. ايه ايه ايه؟ لا يا باشا العفو، بنفسك سيادتك؟ سيادتك بتسرق لي بنفسك كده؟ ما يصحش يا باشا. لا طب اساعد حضرتك يعني. ماشي يا عزوز. موضوع هو اخرس ولا ايه؟ مش عارف. ماشي وماله برضه. وماله مقاس سيادتك يعني مش كبير شويه على وماله برضه. حاضر ما حصلش اي حاجه. حاضر. هو عزوز تفتكر هيسرقها ولا بيجربها؟ ده ولا حرامي ولا ايه؟ لا بيجربها. ماشي هديها لك. ما تخافش يعني، ما تغلاش عليك. وخد البنطلون كمان. يا ميدو بنطلون ايه؟ هيبقى طقم شيك يا عزوز، اسمع الكلام. يا ميدو بقول لك ايه؟ هيبقى حلو عليك. انا يا ميدو كنت لحقت نفسي يا عزوز. الحقونا. الو يا ميدو، عايز جزمه واجيلك على الاسم. أنا اسم المرة دي. طيب حاجي لك حالا، نص ساعة بالظبط. جزمة؟ ايه الاستباحة الغريبة دي؟ بابا ايه احنا متراقبين من ساعة ما خرجنا من القسم والعربية دي ماشية قدامنا. بص هتخرمي يا ايمي. عربية ايه دي اللي هتعرفنا السكة؟ وبعدين ادفع لاخوك كفاله 200 جنيه ليه؟ يا ناس ما حدش ياخد ميدو ابني ويديني بدنه مروحه. ما تديها التالت يا عم. ما فيهاش تالت. طب اديها التاني. ما فيهاش تاني ولا تالت. اديها الرابع. ما فيهاش رابع. استغفر الله العظيم. هو انا بقول لك اديها كالخمره. لا فيها تاني ولا تالت ولا رابع. امال فيها ايه؟ فيها بنزين. زوز ايه؟ اعمل حسابك انا حاجه بات عندكم النهارده. ايه يا ميدو انت كده هتحطني في مأزق. وانا جاي اخد قرض بصراحه كده يا ميدو. امي ما بتحبكش. ايه وايه المفاجاه في كده؟ هو في حد بيحبك في مصر غيري؟ ماشي يا عزوز خلاص. ما تزعلش يا ميدو، احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. خلاص يا عزوز خلاص. الحمد لله ورمزي جه اهو. لسك رمزي. ربنا يخليك، بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي. احب اعرفكم شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده؟ يا عم سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ هنروح دلوقتي، بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها؟ عايزنا نروح بلبس الباليه ده يا ميدو؟ يا عزوز انا علمك بقى انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. يا عزوز ده انا لسه عايزك تجيب لي موتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبه بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده انا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز صاحبي واحتمال نسيب بعض بكره.
وليه بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد يا كابتن. يا كابتن سيبك منه، خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه، معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها بيتك ومطرحك اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. بس والله تعالى بقى نتكلم احسن بقى عشان كده نعمل فيلم تايتانيك وبتاع. خد بس اقول ايه يا ست، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الحق لنا ميدو، وحشتني. اهلا اهلا بعالم سمسم، معاك ربنا. اخويا رمزي وحشتني. وحشتني ده بقى مرة اتنين اللي انت كنت لسه بتطحني فيهم من شويه. طب كنت فين من امبارح؟ ايدك ايدك والشحن، وبلاش الدخلات الناعمه دي، انا لسه طالع من الحبس. طب فضلك تعالى فك معايا وش السلندر. وش السلندر ايه؟